الحقيقه ما عندناش هذه الامكانيه، خصنا نشوفوا الواقع ديالنا بصوره حقيقيه. كاين ندوه حول واحد الموضوع اللي هو موضوع الساعه، موضوع الخصاص في المياه، الخصاص اللي غنعانيو منه وكنعانيو منه سابقا والان وايضا لاحقا. وهنايا يعني الموضوع ديال الماء اثرت الجامعه المغربيه لحقوق المستهلك انها تثيره. لماذا؟ لما لهذا الموضوع من اهميه. عندنا مشكل في ترشيد الزراعات، لان مثلا الدلاح او لافوكا كيستهلك يعني عن اطنان كبيره ديال المياه. والمشكل الاكبر انه يتم زراعه مثلا بحال الباستيك على الدلاح في زاكوره، منطقه اللي هي صحراويه واللي كاع فيها شويه الامطار، كنقولوا عنها شبه صحراويه يعني شبه قاحله. فهنا بدل ما يكون واحد الترشيد بين ترشيد يعني استغلال المياه بعلاقته مع هاد المنتوجات الفلاحيه، كنلقاو بان الامر كيتضرب عرض الحائط، وكنلقاو بان ناس يعني افضل يعني مثال انايا في نواحي ديال قلميم، اقطن بنواحي ديال قلميم، يعني عطاو في بدايه الموسم الفلاحي منع تام لزراعه الدلاح، لدرجه اننا ولينا قلنا غنوليو نستوردوه يمكن من موريتانيا بحكم ان موريتان تعطى لها الفافور انهم يزرعوه فم. كنتفاجئوا في اخر الموسم بان الدلاح عندنا ساوي زيرو، سير للبحيره وهز اللي بغيتي. فهنايا احنا اش كنديروا؟ كنضربوا الفرشه المائيه اللي ما كتجددش مع سنوات الجفاف. فهنا خص هذه العمليه يعني خص مراقبه مهمه، وتكون مراقبه صارمه لهذا الامر، سواء في استعمال المياه الجوفيه، سواء في هاد الشتلات اللي سميتهم، او هاد الزراعات اللي كتحتاج. لافوكا اش بغيناه؟ لافوكا استوائي خصو فوق 1600 هذا ديال الامطار، وحنايا كتكون مثلا كتلقى لافوكا في واحد البلاصه ديال 600 يعني المنسوب ديال الامطار اللي فيها. فهنايا خصنا نردوا البال لهذا المشكل، لان غنوصلوا واحد الوقت وغنوليو يعني قاحله. المغرب تولي يعني دوله اللي هي عندها مشكل المياه، وهذا راه مشكل عالمي، غير الناس كيكونوا شويه صارمين فيه، حنا مازال ما عرفنا هذه الصرمه من غنجيبوها. تحياتي.